بالنسبه للتكنيك دو فونت اولا تقنيه التسويق كتكون على سته ديال المراحل الاساسيه. كتبدا تو دابور بار المعرفه التامه بالمنتوج. اللي غيبيع مثلا المنتوج ديالو خصو يكون عارف جميع الخصائص ديال المنتوج ديالو ايكومبري حتى النقط السلبيه ديال المنتوج ديالو باش يقدر يلعب عليها ويماكيها باش يبيع لو برودوي ديالو. النقطه الثانيه سي انه يكون مقتنع بالمنتوج ديالو، حيت باش تقنع واحد السيد ياخذ من عندك المنتوج خاصك انت تكون مقتنع به. ثالثاً بوان سي ديتابليغ واحد لا كونيكسيون مع لو كليون، وهنايا كيدخل بزاف لو جيستوال، يعني خاصنا دائما نكونوا في نفس الخط مع الزبون ونشوفوه في عينيه، ونيسي با ديتر اوتان، ما نكونوش متكبرين فيزافي هذا، باش هو كي بحال هذيك حسن النية ديالك كيبان في المنتوج ديالك. بالنسبة للنقطة الرابعة هي أننا نخلقوا الحاجة عند الزبون اولا نديتيكتيوها، يعني خاصنا نلقاو الحاجه باش غادي نخليو هاد السيد يشري من عندنا المنتوج. المرحله الخامسه كتعلق باننا خاصنا نكونكريتيزيو اولا نختموا الصفقه باش كتسمى انا عمليه البيع لان وصلت للنهايه ديالها. والنقطه السادسه اللي هي اهم حاجه حتى هي اننا خصنا نبقاو على علاقه مزيانه بالزبون ديالنا، حيت باغ لا سويت هو اللي غادي يقدر يجيب لنا زبناء اخرين بلو بوشاوغي، يعني واحد غادي يمشي عند واحد السيد وغايقول لي راه خديت مثلا من عند السيد الفلان الفلاني، اي سي كوم سا كون كونسيت واحد كيكون عندنا ان ريزو ديال لي كليون.